احمد ميلودا، المهنه فلاح. الصباح كتنوض كتشوف البهيم الاولين اللي كتوكلهم، اللي كتعاود تشوف الخدمه ديالك تاني، فهمتي؟ شحال الخدمه اللي كتقوم بها؟ عندي دابا الفلاح، عندي دابا الغلام، عندي البهيم. كتنوض مع الصباح توكلهم، الصباح كتنوض تمشي للخدمه. انا عندي البيتيه والتراك، دور كنمشي نضل الخدام. سمعنا دابا هذا الوباء هذا، دابا يوم مشكلنا بزاف. مع كيقولوا دابا العيد ما كاينش، وحنا دابا راه عام، دابا الحولي دابا عام، نشري قريبا، نشري دابا في العيد كبير، وقبل العيد كبير نشري ب 24 20 25، دابا عام حنا موكلين ودار معتمر، وجينا دابا ترى الفتره دابا. وقال لك لا، ما تكون حتى شي حاجه، ما في الشك دابا، كيقولوا في الشك. ما نقول لك دابا بزاف، دابا كنولي حاضرين حتى دابا. انا كنخرج كنخدم دابا، يا عندي ما كنتلاقى مع الناس، وداك الشيء كاين شويه الخوف، فهمتي؟ كتشوف ديما كتجي كتلاقى مع الناس برانيين، وداك الشيء ديما كترد البال. مع هذا الوباء هذا شويه كاين شويه الخوف. كيسرح دابا، كيسرح شاشات ليه سارح دابا، كيضل سارح بالليل. كنعلفو العلف ديالو جلبانه دابا، كناكلها جلبانه دابا في عشيه، كناكل جلبانه دابا. باقي شويه، واحد 10 ايام بحال كنبداو نعلفو دابا. صافي كناكلو الزرع، البشنا، كناكلو كلشي، ماشي النخاله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.